السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة معلوميات دوت كوم. إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل مع بعض مشروع السياحة من مشاريع طلبة الدمج والتربية الخاصة للصف السادس الابتدائي طلاب بطء التعلم. نقرأ مع بعض كده المشروع خطوة خطوة، وإن شاء الله نعمله مع بعض بسهولة جدا جدا جدا. والمصادر بتاعتنا هيكون كتاب المدرسة وهتكون المكتبة الرقمية. نقرأ كده الموضوع مع بعض. بيقول لي أعد مشروعا بحثيا متضمنا في أنواع السياحة. يبقى أول حاجة عايزها مني أنواع السياحة. طيب تاني حاجة بيقول لي مع رسم مربع بداخله، يبقى أنا هنرسم مربع، يبقى ده الجزء بتاع الرياضة. طيب بداخله كلمة ترحيب، عايز نرسم مربع وبعد ما نرسم المربع نكتب فيه كلمة ترحيب بالسائحين باللغة الإنجليزية، يبقى ده جزء اللغة الإنجليزية. طب فين جزء اللغة العربية؟ جزء اللغة العربية اللي أنا نكتب الكلام ده كله بكلمات صحيحة، يعني نكتب الكلمات ما نكتبش الكلمة غلط. التير مربوطة نحط فيها نقطتين، الألف اللي عليها همزة نحط عليها همزة، ده الجزء الفصلة وعلامات الترقيم، دي أجزاء اللغة العربية. نروح مع بعض كده للقالب ونبدأ الشرح. نيجي هنا بيقول طبعا ده قالب الطلبة التانية، ولكن انا ممكن نستخدم ورق الفلوسكاب عادي جدا، ما فيهوش اي مشكلة. ممكن نخطط القالب ده على ورق الفلوسكاب ونعمل زيه، ما فيش اي مشاكل، ممكن نعمله على برنامج الوورد عادي جدا. بيقول لي هنا عنوان الموضوع، هنختار اي عنوان، السياحة في مصر مثلا، انواع السياحة في مصر، السياحة، اي موضوع اي عنوان. الرقم التعريف وده كود الطالب. المقدمة ممكن نكتب مقدمة بسيطة، ان مصر يوجد بها العديد من انواع السياحة منها الثقافية والتاريخية والرياضية والطبية وكده، وان مصر تتمتع باماكن بوجود اماكن عديدة من الاماكن السياحية. نيجي بقى لعناصر الموضوع. هنا بيقول لي عايز انواع السياحة. طيب انا هنكتب اول حاجة، انا عندي اربع انواع من انواع السياحة. اول نوع عندي السياحة الثقافية، اول نوع السياحة الثقافية، والسياحة الثقافية دي نكتب تحتيها كده تهدف إلى اكتساب المعرفة والثقافة. طيب تنقسم لكم قسم؟ تنقسم لأربع أقسام، منها السياحة التاريخية، ودي سياحة قائمة نكتب تحتيها برضو سطر، دي سياحة قائمة على زيارة الآثار القديمة والمتاحف المتخصصة، ومصر فيها العديد من المتاحف والآثار زي الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وغيره. بعد كده عندي سياحة المؤتمرات برضو، ونكتب تحتيها سطر مثلا ان مصر نجحت في اكتساب العديد من المؤتمرات الدولية زي المؤتمرات الطبية والسكانية والصحفية والسياحية وغيره. بعد كده عندي المهرجانات والمعارض، سياحة المهرجانات والمعارض برضو تشتهر مصر بوجود العديد من المهرجانات، او تقيم مصر العديد من المهرجانات والمعارض، ودي بتنشط السياحة. سطر صغير كده او سطر ونص تحتيها عندي امثلة زي المهرجان الاحتفال العالمي بحافظة القرآن الكريم، وعندي مهرجانات ذات طابع فني زي السينما والمسرح والاغنية والكلام ده كله. تمام. بعد كده عندي السياحة الترفيهية. السياحة الترفيهية دي برضو نكتب التعريف بتاعها، بتهدف الى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة وانواع والهواء النقي، وتشمل العديد من الانواع زي ما احنا شايفين كده اربع انواع. اول نوع سياحة الشواطئ، وهنا هنكتب ان مصر تتمتع بشواطئ خلابة زي شاطئ البحر الاحمر وشاطئ البحر المتوسط. نيجي بعد كده بيقول لي سياحة السفاري. طيب سياحة السفاري ده نكتب برضو تحتيها سط، هو نوع من انواع السياحة المغامرات، بيكون فيها السائح في المناطق الجبلية والصحراوية وحيث البساطة والمغامرة. يعني السائح هنا بيروح المناطق الجبلية والصحراوية حيث المغامرة والبساطة. تمام. نيجي بعد كده للسياحة البيئية، والسياحة البيئية بتقوم على زيارة المحميات الطبيعية، وان مصر تتميز بوجود العديد من المحميات الطبيعية. بعد كده عندي السياحة النيلية، وطبعا دي بتتمثل في رحلات المراكب الصغيرة والبواخر النيلية والفنادق العائمة بنهر النيل، وخاصة بين الأقصر وأسوان وفي القاهرة. ثالث نوع من أنواع السياحة، يبقى أنا عندي السياحة الثقافية بتشمل الثلاث أنواع دول، السياحة الترفيهية بتشمل الأربع أنواع دول. بعد كده عندي السياحة الرياضية، والسياحة الرياضية دي بتقوم على ممارسة الرياضة بأنواعها واستضافة البطولات والمشاركة في البطولات مثل رياضة الغوص والرياضات المائية، وإن مصر بتستضيف العديد من البطولات الدولية زي بطولة الأهرام الدولية للسكواش وبطولة أفريقيا في كرة القدم وغيره. بعد كده عندي السياحة الطبية، والسياحة الطبية
بتهدف للعلاج والاستشفاء من بعض الأمراض مثل زي الأمراض الجلدية وأمراض العظام. وهنكتب كمان إن مصر بينتشر فيها العديد من العيون الكبريتية مثل عيون موسى والرمال الساخنة وغيره. تمام، دي كده كان أول جزء أنواع السياحة. طيب الكلام ده موجود فين؟ الكلام ده موجود في كتاب الدراسات للصف الخامس. طب أنت هتقول لي كتاب الدراسات للصف الخامس وده موضوع سنة ستة، احنا هنا بنتكلم عن مصادر، فالمصادر يكون اي كتاب، اي كتاب يكون فيه المعلومة اللي انت عايزها اصبح مصدر. يعني اي كتاب انت لو خدت منه معلومة واحدة خلاص اصبح مصدر، مش شرط كتاب معين. تمام، طيب وكمان احنا دلوقتي هنخش على المكتبة الرقمية وهنكتب انواع السياحة وهنعرف كل حاجة. بعد كده هنا بيقول لي تاني جزء، بيقول لي مع رسم مربع. هنا الجزء الخاص بالحساب، هنرسم مربع ازاي؟ لو انت بتكتب على الوورد طبعا انت بتضغط المكان اللي انت عايز تضيف في المربع وتروح على قائمة انسرت وتضغط انسرت شيب يعني ادراج الاشكال وتختار رسمة المربع. تمام، وايه ترسم المربع طبعا زي ما انت عايز الشكل بتاعه. وطبعا انت لو هتكتب البحث في ورق فلوسكاب عادي مفيش اي مشكلة، انت بترسم مربع عادي تضغط جواه ضغطة واحدة أو ضغطتين وتكتب، نكبر هنا الخط، وتكتب هنا إيه بقى؟ بيقول لي اكتب بداخله كلمة ترحيب بالسائحين باللغة الإنجليزية. أنا عندي كلمات ترحيب طبعا باللغة الإنجليزية كتير خالص، أسهلهم أنا ممكن نقول لهم ويلكم تو ايجيبت. يعني نيجي هنا كده ونكتب غير لون الخط، ويلكم تو ايجيبت. تمام، ممكن كمان نكتب we wish you a pleasant visit يعني نتمنى لكم زيارة ممتعة. ممكن نكتب كمان welcome to Egypt the country of safety and security يعني أهلا بكم في مصر بلد الأمن والأمان. أي حاجة من دولة نكتبها وفي المربع، سواء هنكتب في الوورد أو هنكتب في ورق الفلوسكاب العادي. طيب بعد كده بيقول لي النتائج، هنكتب مثلا نتيجة معرفة أنواع السياحة في مصر وأن مصر تتمتع بالعديد من أنواع السياحة ومنها كذا وكذا وكذا، ذكر بس كده الإيه العناصر. بعد كده بيقول لي المصادر، إحنا قلنا المصادر سواء كتاب الدراسات. تمام، بعد كده هندخل مع بعض على المكتبة الرقمية، بنكتب هنا بندخل على جوجل ونكتب المكتبة الرقمية وبعد كده هيطلع لي البحث زي ما انتم شايفين كده، بنختار أول واحدة وبعد كده نضغط على ذاكر الآن ونيجي هنا في شريط البحث نكتب أنواع السياحة. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده فيديوهات كتير جدا وحاجات كتير جدا عن السياحة، وفي مقالات كمان بيقول لي أنواع السياحة في مصر، أنواع السياحة في مصر، أنواع السياحة، أنواع السياحة في مصر، فيديوهات كتير جدا بتتكلم عن أنواع السياحة. أنا هنتفرج على سواء كان مقال أو فيديو هنتفرج عليه ونكتب إن أنا استخدمت المكتبة الرقمية أو الكتاب المدرسي. تمام، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، شارك الفيديو مع أصحابك عشان يستفادوا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.